ابيسود 13 واحنا بنكون بيتنا، والنهارده ميعاد اكتر حاجه كنا متحمسين ليها. بعد ما اخترنا ديزاين الدولاب من شهر، جه اليوم اخيرا اللي هنركبه فيه، ودي ممكن تكون اكتر حاجه ممكن تغير شكل البيت، وكنا مستنيين قوي نشوف شكلها في الاوضه هيبقى عامل ازاي. اول حاجه عملناها ان احنا اتاكدنا ان لون الدولاب هو اللون اللي احنا عايزينه، وده اهم حاجه عشان لازم لونه يكون لايق مع الاتش دي اف. ابتدينا بعد كده نفك الاكياس عشان نبتدي نركب الدولاب، وبما ان احنا اخترنا ان الدريسنج روم يكون فيها ليد، فاول حاجه ابتدينا بيها ان عملنا تراك للليد جوه الخشب، وتاكدنا بعد كده ان هو لزق في الخشب كويس. وبعدين ابتدينا نركب الدولاب، حطينا اول حاجه الارض اللي هيتثبت عليها كل حاجه، وبعدين ابتدينا نكمل باقي الدولاب، وركبنا الرفوف والادراج اللي هتبقى موجوده فيه. وده شكل اول جزء من الدولاب، بس لسه فاضله كام حاجه. كملنا بعد كده الجزء الثاني من الدولاب، وابتدينا نقفله من فوق، وحطينا كل دولاب في مكانه حسب الديزاين اللي احنا عاملينه. ركبنا بعد كده كابلات الليد في التراك بتاعهم، ووصلناهم كلهم ببعض. واحلى حاجه ان بعد ما شغلنا الليد، شكل الدريسنج روم ابتدى يبان فعلا، وبقى شكلها احلى بكتير. واخر ستيب بعد كده ان ركبنا الدرف الازاز عشان تخلي شكل الدولاب يبقى احلى. وعايز اقول لكم ان الدريسنج روم دي خدت اكتر من يومين عشان تتركب، ودي كانت اكتر حاجه شفت ايه مبسوطه لما عملناها. نشوفكم بقى في ابسود 14 واحنا بنختار حاجه جديده للبيت.